السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي وقتكم يا رب. أصدقائي إن شاء الله بتمنى إنه دائما تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله بالدرس السادس رح ناخد عن لافخاز نومينال. لافخاز نومينال يعني الجملة الاسمية. طبعا الجملة الاسمية نحن ليش هلأ حتى بلشنا فيها؟ بكل بساطة لأنه كنا بالخمس دروس السابقات عم ناخد مع بعض نتعلم فيهم تكوين هي الجملة الاسمية، اللي هي تتألف من ثلاث أشياء أساسية، اللي هو مثلا مثل أداة التعريف النكرة أو التعريف، وكمان بتتألف من اسم أو مفردة أو مصطلح، ورقم ثلاثة من الصفة أو التتمة، تتمة الجملة. وممكن طبعا هي تكون أكثر من ثلاث كلمات بتصير، ولكن الجملة الاسمية لا تحوي على فعل مصرف. شو يعني فعل مصرف؟ رح نحكي ان شاء الله في المستقبل بالجملة الفعلية، رح نشرح شو يعني فعل مصرف وفعل بالمصدر. وهلا رح نبلش مع الامثلة لحتى تكون الصورة اوضح. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اليوم ان شاء الله رح نستخدم بالامثلة بعض الكلمات اللي اخذناها من الخمس دروس السابقات، فاللي درس معي الخمس دروس السابقات رح يكون هذا الدرس عليه كتير سهل ومجرد تركيب لأدوات هو درسها سابقا. منبلش بأول جملة. هلا نحن عنا سيارة حمراء، بدنا نعمل نركب عليها جملة اسمية. مثلا فينا نقول انه سيارة حمراء، السيارة جميلة الى اخره. انا اخترت مثلا على سبيل المثال une belle voiture. طبعا مثل ما تكون شايفين بهالطريقة هاي. هلا انا حاكي مسبقا عن voiture بدروس سابقة، اعطيها بامثلة انه معنى بتجي بمعنى السيارة، وبل اللي هي اخذناها ضمن الصفات اللي حكينا عنهم مسبقا، الاوصاف يعني انه جميلة وكذا هيك الى اخره. وفي عندنا هون اداة نكرة يعني بتجي بمعنى سيارة جميلة، سيارة جميلة، هي جملة اسمية. وهلا بننتقل على اللي بعده. طيب بفرض انا عندي سيارتين، واحدة حمراء وواحدة خضراء، وأنا كنت مع صديقي وعم يسألني أنو سيارة بدك تشتري. أنا عم أقول له بدي مثلا السيارة الخضراء، يعني أنا عم أحدد أنو سيارة بدي. وأنا طبعا حاكي مسبقا الفرق بين لما بتحددوا شيء معين فبتحطوا ال التعريف، يعني بصير أداة معرفة، وإذا ما كنتوا عم تحددوا شيء معين عم تحكوا بشكل عام مثلا سيارة جميلة بتقولوا مثلا امبيل فواتيور. المهم لما نيجي لهون شو بتصير؟ هون عندنا الجملة، إذا أنا بدي مثلا بدي أختار السيارة الخضراء، شوفوا هلا الفرق. La voiture verte. La voiture verte. نحن أخذنا الألوان وقلنا إنه اللون الأخضر هو من الألوان المتغيرة. ليش؟ لأنه بتغير على حسب الموصوف، إذا كان الموصوف مؤنث فبتجي الصفة يعني اللون بيجي مؤنث. هلا هون إجا مؤنث فقرأنا verte. طيب شو المذكر؟ إذا بنرجع للذاكرة لورا بيكون vert. التي لا يقرأ لأنه ما في بعده حرف أ. طبعا هلأ هون في نقطة مهمة إنه في ناس تنتبه عليها، أغلبكم رح ينتبه عليها، إنه ليش هون الموصوف إجا بعد الصفة وليش هون الموصوف إجا قبل الصفة؟ الصفة هون يعني هي اللون إجت بعد الموصوف. القاعدة العامة بتقول إنه الألوان بتجي بعد الموصوف والأوصاف بتجي قبل الموصوف. يعني هون بتيجي مثلا جميل، جميلة، طويل، قصيرة إلى آخره. طبعا في حالات استثنائية إن شاء الله بناخدها بالمستوى آدو. مبدئيا احفظوا بهذا الشكل، هذا الألوان بعد الموصوف والأوصاف قبل الموصوف. الأوصاف نحن طبعا هذا كله شارحين عنه، اللي ما تابع معنا من البداية وعم يشوف هذا الفيديو بنصحه إنه يعمل ستوب يرجع لورا يدرس الخمس دروس الأولى اللي أنا حطيتها وبعدين يجي يكمل هون. وهلأ بنيجي للمثال يلي بعده. Le micro-ondes blanc. Le micro-ondes blanc. يعني الميكرويف الأبيض، ما قلنا بلانش بيضاء، قلنا بلون لأنه مذكر. وهلا بنيجي على المثال اللي بعده. هلا هون عنا رجل. هلا بنيجي لهون. هلا هون طبعا في خطأ بالجملة، رح أقلكم شو السبب. طبعا أول شي بنقرأ الجملة أن بو أم. طبعا معنى الجملة هو إنه رجل جميل او رجل وسيم. طبعا هون في عنا خطأ اللي هو بهاي الكلمة لانه اخرها فيها حرف صوتي اللي هو حرف U. هذا الحرف ما بيجي، ما بصير يجي بعده
بالكلمة التانية أول حرف ما بصير يكون في حرف صوتي، يعني هيك بصير في عنا مشكلة خلل باللفظ، عرفت شلون؟ بتحسوا يعني مثل كأنه واحد هندي عم بتعلم لغة عربية وعم يحكي مكسر، ما بيمشي الحال، ما بيزبط. طبعا قبل ما أقولكم شو لازم نحط بدال هاي الكلمة، لازم تعرفوا إنه هاي الأش من إلا نحن باللغة الفرنسية أش موي، أش موي. بعدين إن شاء الله حشرح لكم شو الفرق بين هاي الأش وشو الفرق بين الأش التانية اللي نحن إلا أش أسبيغي. مبدئيا فهموا هاي القاعدة هون، وبعدين ان شاء الله بالمستوى ادو بنبلش نشرح بشكل تفصيلي اكبر. المهم لازم تعرفوا انه هاي غلط، ما بصير، هاي القاعدة غير صحيحة، مع انه نحن تعلمنا ان كلمة جميل تجي بمعنى بو وليس بل. هلا هون سيارة جميلة، هون رجل وسيم او رجل جميل. الكلمة الصحيحة هي لازم تكون ان بيلوم، ان بيلوم. لاحظوا هون الفرق بين بيل هي وبيل هديك. البيل اللي هون فيها دبليو ال، يعني فيها ال مدوبلة تنتين، بينما هون في بس ال وحدة. هي للتمييز، اللغة الفرنسية مشان تقدروا تميزوا بين البيل للمذكر والبيل للمؤنث بالقاعدة الشاذة طبعا، حاطين ال ال تنتين مع الأ للمؤنث، هاي دلالة للمؤنث، وحاطين بهالطريقة هاي دلالة للمذكر. شوفوا الفرق بين هاي الفظوظ انتو والفظ التاني. شوفوا مثلا قولوا ان بو ام، ان بو ام، ان بو ام، بينما شوفوا هون ان بيلوم، 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 بو ام، بيلوم. شوفوا انتبهتوا على الفرق؟ هاي اسهل، اللي تحت اسهل من فوق. الفرنسيين مستعدين يغيروا القاعدة كلها كرمال يحكوا بسرعة، ما بيحبوا انهم هن عم يحكوا يتأتوا او انه يحكوا مثلا كلمات بتطلعوا مثل كأنه هو رجل آلي. وهلا بنجي على الأمثلة يلي بعدها. هلا عندنا هون فتاة سمينة، شو بدنا نقول اذا بدنا نأشر عليهم؟ نقول له الفتاة السمينة، انه عم نأشر على هاي تحديدا، عم نقول انه هي الفتاة السمينة. بنقول لا غوص في، لا غوص في. لاحظوا انه هون اجا قبل الموصوف، اللون وين بيجي؟ بعد الموصوف. بينما الأوصاف إنه قصير، سمين، طويل، ضخم، إلى آخره، جميل، جميلة، بشع، كذا، بتجي قبل الموصوف. وهلأ بنيجي لمثال آخر. نحن هون عندنا شاحنة مثلا، بدي أقول إنه هي شاحنة صغيرة أو شاحنة صغيرة، فشو بقول؟ أم بوتي كاميون، أم بوتي كاميون. شوف شلون إجت كلمة بوتي قبل الموصوف. طبعا هي في حالة شاذة لهالقاعدة هاي، ان شاء الله بحكيها بالمستقبل للمستوى ادو، ولكن انتو مبدئيا لازم كبداية، لانه انتو عم تأسسوا، انه تأسسوا بأمثلة بسيطة وتكون القاعدة العامة مو القاعدة الشاذة. وهلا بنجي للجملة يلي بعدها. عندنا هون طالب مثلا، هذا الطالب جديد بالصف، فبقول انه طالب جديد. شو بقول؟ شو يعني جديد؟ نوفو، أخذناها مسبقا، فبدي أقول أن نوفو اتوديون، اتوديون، داكور. هون شوفوا النقطة، مثل من شوي لما قلنا إنه رجل وسيم، شوفوا هون في حرف صوتي من بداية الكلمة الثانية ونهاية الكلمة الأولى، كمان في حرف صوتي. هدول أحرف صوتية ما بيمشي الحال، يعني هي غلط. طيب شو بدنا نحط؟ نحن بنعرف انه مؤنث كلمة نوفو هي نوفيل، والنوفيل فيها دبليو ال. طيب اذا بدنا نعمل مثل ما عملنا بكلمة بيل، معناتها شو لازم نحذف من كلمة نوفيل؟ لازم نحذف الدبليو ال ونحط ال وحدة، بتصير النوفيل اتيديون، النوفيل اتيديون بالطريقة هاي. وهلا بنجي على مثال اخر. عندنا هون كنباية بنقلها ان نوفو كانابي، ان نوفو كانابي. لاحظوا معي انه هون ما غيرت كلمة نوفو، ما قلت نوفيل، قلت نوفو. ليش نحن ما قلنا نوفيل؟ لانه هون في ما في حرف صوتي، وانما في شو؟ حرف صامت اللي هو السي، والسي لما بيجي بعده ا بصير كا. وهلا بننتقل على المثال اللي بعده. عندنا طالبة مثلا، بتقول طالبة جديدة، شو بقول؟ une nouvelle
اتوديونت. لاحظوا هون حطينا حرف الاو فبتصير اتوديونت، ان نوفل اتوديونت. وهيك اصدقائي بنكون خلصنا الدرس لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعلوا زر الجرس لحتى كل ما نزل درس ينزل لكم دغري اشعار انه الدرس نزل، مشان ما تضيعوا على حالكم وقت. انا رح اتواصل ان شاء الله مع الاوفي، لحاول اني اتواصل معهم باذن الله مشان اخذ منهم الاسئله، نموذج الاسئله يلي ممكن يجي للناس يلي عم تتقدم فحص لمستوى A1 او A2، اللي هي عن طريق اللي بتجي عن طريق الاوفي. رح احاول باذن الله اني اخذ منهم صيغه، رح اشوف شلون بدي اتواصل معهم على الايميل او اتصل فيهم. رح اخذ منهم صيغه الاسئله ورح اعمل عليها درس للمستوى A1، وصيغه الاسئله كمان للمستوى A2، على مستوى اوغال وعلى مستوى الكتابة، على مستوى اللفظ والكتابة بإذن الله. وحطوا لي تحت بالتعليقات الملاحظات اذا في حدا عنده شي فكرة معينة حابب يطرحها او كذا، يكتب لي اياها تحت بالتعليقات. ولا تنسوا انه تشاركوا هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.